ويا مساء الخيرات على أجمل المتابعين. اليوم بإذن الله بصور لكم كل جديد وفرنا لكم من فرع الرياض. بس قبل لا أبدأ التغطية حابة أذكركم بالفروع: فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك، وفرعين خميس مشيط الخالدية وضيافة. جهزي ضيافتك للعيد واختاري أجمل أطقم السفرة اللي اخترناها لك من شركة مجمع الشامل، وفرنا لك الشكل الجميل والرائع هذا. جايكم مزين بدوار أو وردة دوار الشمس الجميلة والأنيقة. جايكم طقم متكامل سيراميك بتصميم جدا رائع، ألوان مبهجة، أكيد راح أضيف لك الكثير من الجمال على طاولتك. راح أعطيكم التفاصيل بسناب الجاي. غير طقم السفرة اللي عندك بطقم جميل وعصري. طبعا هذا الطقم جايكم متكامل من صحون بيضاوية للتقديم، حتى الصحون بعدة أحجام عندكم. هذا الحجم الوسط تأخذون القطعة الواحدة، أما بالنسبة للأحجام الصغيرة بتأخذون القطعتين، متخيلين؟ وحتى الزبديات فيها ثلاث أحجام، الحجم الوسط والكبير بتأخذون القطعتين، أما بالنسبة للحجم الصغير اللي هو هذا تأخذون الثلاث قطع، يعني يوفر عليك الكثير. وما ننسى تفاصيله الأنيقة والمميزة. اختاري هذه الزبديات الجميلة لتوزيعاتك في العيد، استخدميها للشوكولات العيد والحلويات، أشكالها جدا رائعة وفخمة. عندكم قزاز بالحجم الوسط، كمان موجود منها عدة أشكال. عندكم هذا الصحن الكبير، كمان قزاز شكله جدا فخم وثقيل، وأكيد راح يبهر ضيوفك. تأخذون كل قطعة بسعر 5.75 ريال. وشوفوا ايش توفر من جديد لعيونكم يا اجمل المتابعين: الكاسات وتصميم الحروف العربية، ان شاء الله هاي ثاني مرة نوفرها لكم، الحقوا عليها هذه المرة ولا تفوتكم. جايتكم قزاز طبعا. بالنسبة للاكواب تاخذون الثلاث حبات، اما بالنسبة لبيارات الشاي وفنجين القهوة تاخذون الست حبات. كل الجمال والمنتجات العصرية والحديثة اللي وفرناها لكم اليوم في شركة مجمع الشامل مع المنظم السحري والعملي هذا لتنظيم أدوات المطبخ بشكل أنيق ومرتب. شايفين جماله؟ طبعا عندكم هذا المكان مخصص لوضع الملاعق والسكاكين، كمان عندكم بالحجم الوسط وفي منها عدة ألوان، درجات البيج والوردي واللون السماوي. طبعا باقي منها كمية محدودة، الحقوا عليه صراحة ما يتفوت. عندكم الجزء العلوي تقدرون تستخدمونه لتشكيل وتقطيع الشمام أو كافة أنواع الفواكه مثل كمان البطيخ. أما عندكم بالنسبة لهذا الجزء تقدرون تستخدمونه للآيس كريم. صراحة القطعة جدا جميلة ولا غنى عنها في مطبخك، وزي ما عودناكم بحط لكم شرح توضيحي بسناب الجاية. وللي طلبوا أصور لهم قسم سلات الخاص، وفرنا لكم تشكيلة واسعة من أجمل الأشكال والألوان من سلات الخاص، وكمان بعدة أحد لو ترتبوا عليها أو تنسقوا عليها هدية للعيد صدقوني رح تطلع جدا جميلة. في منها كمان عدة ألوان تناسب جميع الأذواق، وتأخذون كل سلة بسعر 5.75 ريال. تميزي بضيافتك في العيد
واختاري هذه الصوالي الأنيقة اللي راح تبيض وجهك قدام ضيوفك. صراحة الأشكال جدا فخمة وتناسب شكلة العيد. جايتكم معدن بقاعدة مراية في منها الشكل الدائري والشكل المستطيل. لو حابة تكون القاعدة ماربل عندك هذه الأشكال، نفس الشيء الشكل المستطيل والشكل الدائري كلها بتكون بالحجم الصغير. صراحة الأشكال ما تتفوت، بتاخذون كل قطعة بسعر 5 ريال. وأكيد ما يكمل جمال العيد من غير الحلويات، صنعيها لهم بكل حب مع القوالب اللي اخترناها لك من شركة مجمع الشامل. عندك قسم كامل لجميع القوالب، من قالب تشيز كيك المتحرك، قوالب الكيك، قوالب البان كيك أو قوالب الكب كيك، عندكم كمان صواني الفرن. يعني قسم كامل وممتع، مهما كان الحلى المفضل عندك راح تلقين القالب الخاص بي. بصورها لكم الحين بالتفصيل، طبعا كلها بتكون جودتها عالية وضد الالتصاق. تستاهلوا كل جديد وكل مميز لأجمل زباين وأجمل متابعين. باقي منتهينا من منتجاتنا الفخمة اللي وفرناها لكم اليوم. وفرنا لك التشكيلة الأنيقة والمميزة من برطمانات القزاز الشفاف. عندكم عدة ألوان زي ما شايفين وبعدة أشكال ممكن تستخدمين للبهارات، وعندك هذا الشكل ممكن تستخدمين للبن وتحطينه في ركن الكوفي. أشكال جدا رائعة وما تتفوت، كلها بتكون قزاز، تاخذون كل قطعة بسعر 5 ريال. لعشاق القهوة العربية، ولو حابة تتميز في ضيافتك في العيد اختاري هذه الأشكال الأنيقة من فناجين القهوة العربية. جايتكم بعدة أشكال داخل معها اللون الذهبي اللي الكل اتفق على جماله. عندكم ما بين تصميم التايجر زي ما شايفين، وما بين شكل المورد، تصميم الحروف العربية، وكمان عندكم تصميم براندات مختلفة زي ما شايفين. أشكال جدا رائعة. طبعا بتجيكم سيراميك، الحلو بتاخذون الأرض زي ما شايفين المغلف كامل، تقدرين تستخدمينها استخدام شخصي او تاخذينها هدية لمن تحبين. الحق على الاشياء صراحة ما تتفوت. والجديد لليوم عندكم اللبادات الجميلة هذه متعددة الاستخدامات. ممكن تقصين العدد أو الحجم اللي أنت حابته وتحطينه على الطاولات أو على الرفوف الثلاجة ورفوف الدواليب، جدا جميل وعملي، يحفظها لكم من التراب والغبار. الحلو جايتكم ما شاء الله بالحجم الكبير، شوف ما بعض الحجم بيكون 90 × 180 سنتي، الحجم جدا كبير. ممكن تقصين المساحة اللي أنت حابتها، حابة تاخذ الحجم الصغير عندك القسم هذا المقابل فيه الأشكال بالحجم الصغير. عندكم كمان عدة أشكال، تاخذون من قطعة الوحدة إلى 3 قطع بسعر 5 ريال و75 هلله.